مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بيكم معانا ولمه حلوه جديده لمتنا النهارده فيها نور وفيها ساره. هاي نور. هاي ساره. ازيك يا فل؟ كله تمام الحمد لله الحمد لله. النهارده هنتكلم عن موضوع لطيف جدا، موضوع بيهم كل الامهات، والحقيقه ساعات بيبقى مزعج ليهم وساعات بيبقى مزعج لكل اللي حوالين الامهات. اللي هو ايه؟ اللي هو الاطفال بقى الزنانه اللي نبص نلاقي نفسنا خارجين خروجه نبقى محرجين، نبقى مكسوفين، ولادنا بيتصرفوا بطريقه مش صح، ولادنا كاسفيننا قدام الناس، الاطفال اللي هم الصغيرين خالص يعني. نروح زياره عند حد في البيت نبص نلاقي الناس بتلم الحاجات من قدامنا. ليه؟ علشان عارفين ان ولادنا بيخشوا يكسروا اي حاجه، بيحطوا ايديهم في اي حاجه، يحطوا ايديهم على الكنب وايديهم مش نظيفه، ايا كان بقى السلوكيات دي كلها ازاي نقدر نقاومها؟ ازاي نتعامل مع طفل في السن الصغير ده ونفهمه ان لا وعيب وما ينفعش وينفع وايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح، وما ينفعش ان انا اقول لطفل على حاجات في البيت ان هو ممكن يعملها ولما يخرج بره اقول له ما تعملهاش، ما هو بيحصل له لخبطه ما بيبقاش عارف ايه الصح وايه الغلط، القوانين قوانين والصح صح والغلط غلط، يتطبق في البيت وبره البيت. مفيش داعي ان انا اروح لحد بصراحه، انا بشوفها كده ان انا اروح لحد بولادي لو انا عارفه ان ولادي من نوعيه المزعجه شويه واللي بتعمل مشاكل واللي بتوقع وبتكسر وحاجات كده، انا ما اروحش زياره بيهم لحد. واتصرف بقى يوميها اوديهم عند مامتي، اوديهم عند مامه جوزي، اوديهم عند اخته، هتصرف باي شكل باشكال، بس مفيش داعي ان انا اضايق الناس وانا رايحه لهم زياره المفروض انها تبقى حاجه لطيفه وظريفه وقعده حلوه، تتقلب بقى عكننه وده لا مش عارفه ايه على الارض وعمل مش عارفه ايه. مراعاه الحاجات دي كلها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وفي وسط اهالينا وفي وسط اصحابنا بتبقى حاجه مهمه جدا. في امهات ما بيعرفوش يتعاملوا ازاي مع طفل في السن ده وما بيعرفوش ازاي ممكن يقومه. هو عموما يعني بالنسبه للتربيه، التربيه مدرستين، تعتبر يعني مدرستين. زمان ايام ما كنا صغيرين كنا عادي، احنا كلنا ما فيش حد فينا متهيألي في الجيل بتاعنا والجيل اللي بعدي اللي هو انتوا وبتاع ما حدش فينا ما اتضربش. لا كنا بنتضرب عادي، عادي يعني. ده ضرب مش ضرب مبرح يعني، انا مش بقول ضرب بالحزام يعني، بس كنا بنتضرب وكنا بنتعاقب وكنا كل حاجه وكانت الامور عادي. دلوقتي المدرسه الجديده بقى اللي هي بتقول لا، علشان نفسيه الطفل انا مش مفروض اضرب خالص، بكله بالكلام. انا مش عارفه، انا مش شايفه ان احنا طلعنا معقدين للدرجه الفظيعه دي يعني. ولو احنا بنعترض في كتير من الاحيان عن الاجيال اللي طالعه اللي هي السن مثلا 17 و20 وبتاع وكلام من ده، طب ما احنا اللي عملنا الفرق ده، احنا اللي قعدنا نقول لا نربي بطريقه جديده وما نعاقبش وما نعملش وبالراحه وبتاع ومش عارفه ايه، وطلع ان احنا لا، ده اهالينا كانوا احسن كتير بصراحه. ربنا احنا احسن كتير، انا شايفه كده، ما اعرفش انتوا ايه رايكم يا بنات. انا موافقه 100% على الكلام ده بصراحه، يمكن يخلونا نعرف نضرب تاني ولا حاجه. يلا عندك انت انتاج جديد. انا لسه في نص المعمعه دي. لا هو بصراحه طبعا موضوع فكره ان وجود طفل عنيد وبيستغل كمان، على فكره في بعض الاطفال بتبقى فاهمه كويس الموقف اللي هم موجودين فيه وبيستغلوا الموقف ده، بيستغل ان الام موجوده بره عند الناس فمش هتعرف احرجها بالظبط، مش هتعرف تضربني، مش هتعرف تزعق لي. لو هي مثلا ممكن تكون تضربه على ايده كده مثلا ما بينها وما بينه، هو عارف انها مش هتعمل كده قدام الناس، فبيبدا يستغل الطفل الحاله اللي الام فيها او الحاله اللي الام والاب فيها هما الاثنين، وعلى هذا الاساس بقى بيبدا بقى يتشاقى ويعمل حركات غريبه ويبدا يكسر ويعمل يشد حاجات، بيعمل حاجات غريبه فوق العقل، بتبقى الام نفسها يا عيني في اللقطه دي مش مصدقه هو ايه اللي جراله، هو بيعمل كده ليه. ما نقدرش نتكلم ان الطفل نفسه هو اللي غلطان، ولا برضو بصراحه الام او الاب هم اللي غلطانين، هما الاثنين. انا بحس ان هما الاثنين مش عارفين يسوقوا الليله ازاي. الموضوع بقى صعب، وحيره فكره انه